الندوة لتربط خيوط الثقافة. في يومها الأول تناولت ندوة نزوة في الذاكرة الثقافية ثلاثة محاور رئيسية لتتحدث عن نزوة حاضرة من الحواضر العلمية في العالم الإسلامي والمكانة السياسية لنزوة عبر التاريخ ونزوة في عيون الرحالة. حقيقة نشر هذا التاريخ خاصة، وأنه هناك حقيقة من الباحثين الأكاديميين من يرى بأهمية تركيز هذا الجانب في مناهجنا الدراسية، ومنها أيضا من يرى توثيق الكثير من هذا التاريخ، وأيضا دعوة للأكاديميين أن يهتموا من خلال بحوثهم، من خلال أيضا الرسائل التي يقدمونها. ثلاث جلسات تبحثها المحاور الأولى للندوة تستعرض 9 ورقات بحثية، لعل من أبرزها العلاقة الثقافية بين نزوة والحواضر العلمية في العالم الإسلامي، ودور نزوة السياسي في بسط النفوذ العماني خارج الوطن، ونزوة في كتابات الجغرافيين العرب. الورقة الأولى ستتكلم يتكلم فيها الدكتور سامي البحري من وزارة التربية والتعليم عن البعد الجغرافي لنزوة، لأن تعرف هناك ترابط وثيق جدا بين الجانب الجغرافي والجانب السياسي. الورقة الثانية ستكون عن دور نزوة السياسي في الوحدة الوطنية، سيتكلم حولها إن شاء الله تعالى الدكتور إسماعيل الأغبري من كلية العلوم الشرعية. والورقة الثالثة ستكون عن دور نزوة السياسي في العلاقات الخارجية. الندوة ستوضح المكانة السياسية والمكانة العلمية والمكانة الاقتصادية لنزوة. نزوة لها يعني صيت علمي وعراقة تاريخية ومكانة يعني لعله لا يختلف عليها اثنان، ولكن يحتاج المتلقي في هذا العصر إلى قراءة أخرى لتلك المفردات. هذا ما ستسعى كذلك اللجنة إلى تنفيذه خلال هذه الندوة. الندوة التي تواصل استعراض وقراءة أكثر من 20 ورقة بحثية تنظر إلى مكانة نزوة لدى العلماء والأدباء والرحالة وصناع القرار العمانيين وغيرهم، وتبرز المفردات العريقة التي جعلت منها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015. وتتواصل أعمال ندوة نزوة في الذاكرة الثقافية على مدى 2 يوم لتصل في محطتها الأخيرة وتخرج بتوصيات تستخلص من خلال الأوراق البحثية التي تستعرضها الندوة. سعيد بن ذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية نزوة.